الآن إلى ملف الانتخابات البرلمانية الأوروبية، فأيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأهم منذ 45 عاماً، وسط انقسامات حادة وتصاعد في شعبية أقصى اليمين بالدول الأوروبية. انتخابات تجرى مشاهدينا بين 6 و 9 من هذا الشهر. أبرز المتحمسين لهذه الانتخابات قوى أقصى اليمين بظل توقعات بزيادة كتل أقصى اليمين، أزمة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو أوروبا أحد أهم التحديات الرئيسية التي يوظفها أقصى اليمين لمصلحته الانتخابية اليوم ويبني عليه خطاب التحريض. لنقل صورة الانتخابات البرلمانية الأوروبية ينضم إلينا من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر، ومن برلين معنا مراسلة العربية راغدة بهنام. حسين، سأبدأ معك. يعني اليوم معظم العناوين الأوروبية بالشأن الفرنسي كان هناك عنوان أساسي، وهو بأن مارين لوبان هي أكبر محتمل أن تكون أكبر الرابحين بهذه الانتخابات. على ماذا ارتكزت هذه العناوين وكيف هي الصورة من الداخل الفرنسي؟ مساء الخير. في الواقع ليال هذه العناوين ارتكزت على القفزات النوعية كما تسمى هنا في شعبية حزب مارين لوبان. على سبيل المقارنة، عام 2002 عندما تمكن والد مارين جون ماري لوبان من الحصول في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على حوالي 18% من الأصوات مقابل 82% لجاك شيراك حينها، أصيب الفرنسيون بالصدمة واعتبروا أن نسبة 18% تهدد فرنسا التي يتصاعد فيها المد العنصري حينها. عام 2017 نجحت مارين لوبان بعد أن استبعدت عبارات عنصرية كان يستخدمها والدها في نقل هذا الحزب، حزب والدها، من موقع اليمين المتطرف إلى موقع أقصى اليمين، فحصلت في الانتخابات الرئاسية بدورتها الثانية عام 2017 على 34% مقابل 18% فقط لوالدها. عام 2022 تمكنت مارين لوبان من الوصول إلى نسبة 41% في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بل تخطت بقليل 41%. السؤال المطروح الآن، ما الذي يمنع مارين لوبان أو أي شخص من حزبها من الفوز بالرئاسة عام 2027؟ الصورة باختصار تبدو على الشكل التالي: نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية بالنسبة للفرنسيين تعطي حزب مارين لوبان 33% من أصوات الناخبين، وبعدها حزب ماكرون لن يحصل على أكثر من 15%، الحزب الاشتراكي سيحصل على 14%، أما حزب اليمين الدوغولي الذي أوصل عدة رؤساء جمهورية إلى الإليزي خلال العقود الماضية فلن يحصل على أكثر من 7.5%، وأخيرا حزب أقصى اليسار بزعامة جون لوك ميلانشون سيحصل على حوالي 8%. ليال. نعم حسين، اسمح لي من فرنسا إلى أنتقل إلى الزميلة راغدة لنقل الصورة من برلين. راغدة، يعني اللافت اليوم بالانتخابات هناك هو سن الاقتراع. اليوم نتحدث عن فئة شابة عمر 16 و17 دخلوا على خط الناخبين. أين ستصب هذه الأصوات؟ كيف ستؤثر على النتائج المرتقبة بالداخل الألماني؟ مساء الخير. بالفعل يعني هذا تطور كبير جدا هنا، والذي يخيف السياسيين في الواقع هنا أكثر بأنه عدد كبير من هؤلاء الناخبين الشباب الذين هم يعني صغار في السن ويتابعون وسائل التواصل الاجتماعي هم من مؤيدي حزب البديل لألمانيا اليمين المتطرف. اليوم كان هناك استطلاع رأي لاستخدام الأحزاب السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا لتطبيق تيك توك، وجاء حزب البديل لألمانيا في طليعة هذه الأحزاب. زعيمة الحزب أليس فايدل هي تبدو بحسب الاستطلاع بأنها بشوشة وتبتسم وقريبة من الناخبين، وهي يعني في الواقع هي هنا مصنفة بأنها من أقصى اليمين، من اليمين المتطرف. حزبها مراقب من قبل المخابرات الألمانية وأحيط بفضائح كثيرة في الأشهر الماضية، ربما كان أكبرها فضيحة الاجتماع السري الذي شارك فيه أحد مساعدي فايدل شخصيا والذي ناقش يعني
هذا الاجتماع ترحيل ملايين المهاجرين من ألمانيا، ومن بينهم يعني الألمان الذين هم من أصول مهاجرة. ولكن هذا الذي يخيف السياسيين هنا بأنه رغم كل هذه الفضائح ورغم ارتباط عدد كبير من المرشحين من حزب البديل بفضائح تجسس تتعلق بالصين وروسيا، ما زال هذا الحزب يحقق أو يعني تشير استطلاعات بأنه سيحقق تقدم كبير ويحصل على 19% تقريبا من نسبة الأصوات مقارنة ب 11% في الانتخابات الماضية عام 2019. شكرا لكم مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر، ومن برلين مراسلة العربية راغدة بهنام.